بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا اليوم مع حل المعادلات بطريقتين، إما بطريقة قاعدة كرامر أو بطريقة المصفوفات. عشان كده أنا الحصة الماضية اشتغلت في النظير الضربي عشان أعمل عملية المقارنة دي. هنا بنقول أخدت نفس المثال، نفس المسألة، طبعا مسألة من عندي، المسألة بيقول لي 7x زائد 3y بتساوي 37، المسألة الثانية سالب 5x ناقص 7y بتساوي سالب 41. زمان واحنا صغيرين في ثالثة متوسط، في المرحلة المتوسطة، كنا بنحل المعادلتين دول إما بطريقة الحذف أو طريقة التعويض. تفتكروا يا طلبة؟ أكيد تفتكروا طبعا الكلام ده. خدنا بطريقة الحذف وطريقة التعويض. النهاردة احنا كبرنا وبناخد الحل عن طريق المصفوفات. خطوات الحل، أنا كاتبة السؤال مرتين، هنا مرة وهنا مرة، وكاتبة هنا باستخدام قاعدة كرامر وكاتبة هنا باستخدام المصفوفات. الطريقة اللي تعجبك ثبتها عندك، ثبتها في مخك واشتغل بيها على طول، ما فيش أي مشكلة عندنا. أول خطوة عشان أحل بكرامر، أول خطوة من خطوات الحل إيجاد المحددة. مين هي المحددة؟ محددة الإيه؟ وهي المعاملات الإكس والواي. فأنا هنا قلت سميتها إيه؟ سميها بي، سميها زي ما أنت عايز تسميها. محددة إيه؟ خدت هنا 7 وبعدين جنبها 3 وبعدين الصف الثاني سالب 5 وبعدين سالب 7. طبعا بنضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص عناصر القطر الثانوي، طلع الناتج سالب 34. دي الخطوة الأولى، إيجاد محددة المعاملات. الخطوة الثانية هنجيب الإكس بكام والواي بكام، هو حل المعادلة يعني أوجد قيمة الإكس وقيمة الواي. عشان أوجد قيمة الإكس بنعمل إيه؟ أنا عايزة إكس، فهاجي نداني خالص على الاكس، نداني خالص على الاكس ونضع الثوابت دي مكانها، يبقى احط 37 وسالب 41 مكان الاكس، بقول اكس اشيل الاكس واحط الثوابت مكانها، وبعدين انقل دي باشارتها 3 وانقل دي باشارتها سالب 7. على مين؟ على المحدده بتاعت الاي اللي هي سالب 34. بنشتغل عادي، بضرب عناصر القطر الرئيسي اهي، ناقص دي ثابته، عناصر القطر الثانوي. وبمخك تضرب، بالآلة تضرب، انت حر، بس طبعا افضل انا ان تشتغل مخك علشان القدرات والتحصيلي ما فيهاش آلة حاسبة. وسنة اولى تحضيرية في الجامعة في السعودية ما فيهاش آلة حاسبة، ممنوع استخدام الآلة الحاسبة. طبعا لما بضرب اضرب والناتج يطلع لي 4. دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة ايجاد الواي. هنعمل ايه؟ شاطر، ان احنا هنضع القلم ده على الواي ونداريه خالص، يعني مش هكتبه، ونضع بدله اللي هي الحدود الثابته. فانا هنعمل كده، اشيل الواي، هنضع 7 ونضع سالب 5، هبدأ احط مكانها ايه؟ 37 والسالب 41 على المحدده بتاعتي. بنضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص الناقص دي ثابته، عناصر القطر الثانوي على المحدده بتاعتي. طلعت لي سالب 102 على سالب 34، طبعا السالب بيروح مع السالب، طلعت الناتج 3. ميم حاء يعني مجموعة الحل، ادي المجموعة وبداخلها زوج مرتب، هذا الزوج المرتب مكون من اكس وواي، لازم الترتيب، الاكس اللي هي طلعت لي ب4 والواي اللي هي طلعت لي ب3. طبعا هنعمل حلقة أخرى هندي فيها مسألة تانية برضو وأشرح فيها مرة تانية. طيب هنحل دلوقتي بالمصفوفات، الخطوات مختلفة تماما. خطوات المصفوفات، أول خطوة بنحدد المعاملات دي وبنسميها مصفوفة المعاملات وبرمزها بأي رمز، ثم بضربها في مصفوفة أخرى اللي هي مصفوفة الرموز اللي هو الإكس والواي، تساوي مصفوفة أخيرة اللي هي مصفوفة الحدود الثابتة. خلاص، يبقى اول خطوه في حل المصفوفات بحدد مصفوفه المعاملات مضروبه في مصفوفه الرموز تساوي مصفوفه الحدود الثابته. ثم اول خطوه هجيب المصفوفه المعاملات، هجيب لها الانفرس بتاعها. عشان اجيب الانفرس بيجي في خطوتين، الانفرس بيجي في المحدده الاول، ثم واحد على المحدده، وبنبدل عناصر القطر الرئيسي مكانها وبنغير اشارات القطر الثانوي. طيب ادي ايه؟ عملت المحدده
وضربت كده طلعت لي سالب 49 وضربت كده طلعت لي سالب 15 والاشاره اللي بينهم ناقص عمليه طرح. طبعا سالب في سالب بموجب طلع الناتج سالب 34 زي هنا بالظبط اهو سالب 34. عشان اجيب الانفرس يبقى واحد على المحدده اللي هو واحد على سالب 34 هنبدل دول يبقى هتيجي هنا سالب 7 وهنا 7 نبدلهم بس ونغير الاشارات دول هتبقى دي سالبه ودي موجبه. بعد كده بندخل ده جوه بنضرب فسالب على سالب بموجب بتبقى 7 على 34 سالب على سالب بموجب بتبقى 3 على 34 موجب على سالب بسالب بتبقى 5 على 34 موجب على سالب بسالب بتبقى 7 على 34. اخذنا في الحلقه الماضيه ان المصفوفه في ناظرها الضربي بتديني ايدنتيتي المحايد، المحايد هو 1001 يعني خلاص خلصت. فانا هنا هنضرب من هنا من اليسار هنا هنضرب من هنا هنضرب في المحايده ايه في الاي انفرس في الاي ادتني الاي خلاص يبقى دي خلاص محايده زي ما بقول المحايد الضربي. المحايد الضربي واحد للاعداد تحطه او ما تحطوش او 5 في 1 ب 5 يبقى الناتج واحد هو نفسه 5 6 في 1 ب 6 يبقى الناتج 6 يبقى انا المحايده دي ملهاش تاثير على الاكس والواي خلاص كانها مش موجوده. بضرب اهي بدات هنا هنا هضربها للطرفين هضرب الانفرس للطرفين ضربته في الطرف ده اصبح ايه انفرس في ايه اصبح ايدنتيتي يعني اي في مصفوفه الرموز هتساوي ادي هنا الاي انفرس هضربها في اللي هي هنا يعني ضربتها في الطرفين. كاي عمليه حسابيه لما يكون عندك معادله عايز تضرب الطرف اليمين في 5 لازم تضرب الطرف اليسار في 5 عايز تقسم على 2 لازم تقسم على 2 عايز تضيف 2 لازم تضيف 2 للمحافظه على عمليه اليساري. نفس الشيء في المصفوفات. طيب عشان اضرب ده اولا دي 2 في 2 ودي 2 في 1 يبقى الناتج 2 في 1. شوفي انا عامله الاحمر مع الاحمر هضرب صف في عمود الاول في الاول اهو زائد الثاني في الثاني. الصف الثاني يبقى هنزل الصف الثاني اللي هو اللون الاخضر هضربه في نفس العمود يبقى سالب 5 في 37 وهنا سالب 7 في سالب 41. انا مشيت كده عشان المكان ما كانش مكفي. طبعا لما نحط جي كده اما نضرب الاثنين دول 9 في 9 في 49 21 و4 25. طبعا موجب في سالب بسالب 3 12 والمقام متوحد على 34 هنا و34 هنا. لما اجي اطرح دول من بعض نقسمهم على ده هيطلع لي 4. طيب هنا نفس الشيء 5 ومعانا 3 15 و3 18 والاشاره سالبه وبعدين زائد سالب في سالب بموجب 7 28 و34. لما نطرح دول ونقسمهم على 34 يديني 3. يبقى وبالتالي مجموعه الحل 4 و3 نفس المجموعه هنا هي نفس المجموعه هنا. الطريقه الاسهل لاي طالب يشتغل بيها ان شاء الله تكونوا اخين توأم او اخت واخ توأم كل واحد ليه مخه وليه طريقه تفكيره وليه حاجه بتريحه ممكن تكون ما بتريحش غيره. في ناس كتير بيختاروا قاعده كرامر وفي ناس شايفين ان المصفوفات سهله جدا بطريقتك حل. هنديك مساله تانية حالا في الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.